وزارة النقل ووزارة التعليم العالي أعلنوا عن بدء الدراسة في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل أول الأسبوع الجاي لتوفير احتياجات السكة الحديدية ومشروعات الجر الكهربائي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الهيئة السكك الحديد للموارد البشرية، واللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم حضرتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك دكتور محمد. لما نيجي نقول معهد جديد بيتم انشاؤه، اكيد له اهميه كبيره. ايه اهميه هذا المعهد يا دكتور؟ بتتلخص اهميه المعهد في تخريج كوادر فنيه وكوادر تكنولوجيه لقياده السكك الحديديه في الفتره القادمه. بمعنى مفيش حد هيطلع لقطارات الا عن طريق ان شاء الله المعهد ده. احنا بناخد من السوق المحلي بس احنا بنخطط مستقبلا ان المعهد ده هو اللي هيخرج لي جميع الكوادر اللي هتسوق هتسوق القطاع السكك الحديديه في الفتره القادمه، سواء كان فني ميكانيكي، سواء كان كهرباء، سواء كان سائق قطار. كل الكوادر اللي هتشتغل في السكه الحديد ان شاء الله مخطط لها لانها تتخرج من عندنا من المعهد الفني 2 بلس 2 الاثنين زائد 2، اثنين يخرج فني متوسط فوق عالي فوق المتوسط، والبلس الثانيه 2 يخرج تكنولوجي هو اللي يستطيع ان هو يشتغل في التحكم المركزي، يشتغل في قياده القطارات. عظيم. كل ده مخطط ليه ان شاء الله ان شاء الله نخرج. طيب يعني يا دكتور، خريجي هذا المعهد هيكونوا قادرين على صيانة المعدات الخاصة بالسكك الحديدية، قادرين على قيادة الجرارات الجديدة اللي بنجيبها، قادرين على كل هذه الأمور، قادرين على التعامل مع المزلقانات الجديدة بعد تطويرها، السيمافور بتاع السك الحديد. كل ما هو موجود في السكك الحديدية إن شاء الله الكوادر اللي هتكون موجودة هتكون موجودة وتستطيع أنها حتى تشغل أبراج التحكم المركزي. ان شاء الله احنا مخطط للسكه الحديديه هتكون تحكم مركزي على مستوى الشبكه كاملا عن طريق ابراج محليه وعن طريق برج سي تي سي. التحكم المركزي ده ان شاء الله اللي الاولاد الجداد هيشتغلوا فيه، وهيشتغلوا في قياده القطارات الكهربائيه، هيشتغلوا في قياده القطارات السريعه ان شاء الله، لان مخطط ان وزاره النقل هتاخد كل الكوادر اللي موجوده في السكه الحديديه و الكوادر التي تعمل في قطارات الكهرباء، قطارات السريع، قطارات المونوريل. كل ده ان شاء الله هنكون عاملين له خطط. احنا فعلا عاملين له خطط لتخريج هذه الدفعات من الفنيين والتكنولوجيين عن طريق معهد النقل في السكه الحديديه. الشباب عشان تلتحق بالمعهد ده يا دكتور المفروض تبقى ايه؟ يعني لازم يبقى مؤهلها ايه؟ دبلوم ولا من بعد اعدادي ولا من بقى ممكن تبقى بالثانويه العامه؟ ايه الشروط المؤهله للالتحاق بالمعهد؟ تمام، الشروط المؤهله هو اما فني خريج المدارس الفنيه او خريج الثانويه العامه شعبه الرياضيات. هو الاثنين دول الخريجين اللي احنا الطلبه بيتخرجوا من الثانويه العامه او الثانويه الفنيه، بيجوا عندنا طبقا للتنسيق. احنا عندنا طابع تنسيق في وزاره التعليم العالي الان، والطابع ده بتاخده ساعه ما تلتحق بالمعهد. طيب ده عظيم. مكان المعهد فين يا فندم؟ ومده الدراسه هتكون قد ايه؟ تمام، مكان المعهد فيه معهد وردان التابع للهيئه القوميه للسكه الحديد مصر. في طريق هو 58 كيلو من القاهره هنا. المعهد فيه اقامه كامله، الطالب بيقيم عندنا اكله وشربه وكل حاجه، كل المعيشه بتكون عشاء كامله في المعهد. المعهد في معهد وردان، احنا عندنا معهد وردان هو معهد تدريب للسائقين والفنيين في السكك الحديدة، منشا داخله. المعهد فيه مدته اما ان ناخد سنتين بعد الثانويه العامه او الدبلوم، او ممكن بياخد كمان بلس 2 يطلع تكنولوجي، يعني ممكن يتخرج فني فوق متوسط وبنخرج، وممكن يمتد الدراسه لاربع سنوات يبقى يطلع منه تكنولوجي.
أيوة. حضرتك قلت دكتور ان في خطة ان شاء الله مستقبلا ان كل من يعمل في السكة الحديد يكون خريج هذا المعهد، هل في نية ان المعهد يكون بيقدم دورات تدريبية للي موجودين بالفعل بحيث انهم يعني لم ينالوا الحظ من التعليم في المعهد لكن يقدروا ياخدوا جرعات مكثفة من اللي هيتم تدريسه في المعهد بحيث انهم يبقوا على نفس المستوى، نبقى ماشيين على التوازي في الجهتين؟ تمام. المعهد معهد وردان اللي هو معهد التدريب التابع للسكك الحديديه هو معهد معتمد للتدريب الفني والتقني على مستوى الاقليم. وده معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، معتمد فيه المناهج الدراسيه او المناهج التدريبيه، معتمد فيه الوسائل التعليميه، معتمد فيه المدربين، كل ده معتمد لدى الجهاز المركزي، وبناخد كل ثلاث سنوات تجديد ل المعهد في انه يستطيع ان هو يدي دورات تدريبيه لجميع ما هو داخل السكه الحديد او خارج السكه الحديد، يستطيع ان هو يدخل في المعهد وياخد دورات وياخد شهاده، والشهاده دي موثقه لدى الجهاز المركزي للتنظيم. داخل السكه الحديد وخارج السكه الحديد. داخل السكه الحديد وخارج السكه الحديد. اكيد. دكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للموارد البشرية، شكرا جزيلا ليك.